كتبه العلمية لو تطرقنا لها قليلا، كان للإمام الفضل في حفظ آثار أئمة المذهب الإباضي، ولهذا وصف بأنه واسطة العقد بين علماء المشارقة وعلماء المغاربة، ولا نجد دليلا أكبر من اتفاق الفقهاء وعلماء المذهب على مكانته العلمية التي تبوأها أبو سفيان. فابن سلام يضعه في ذات منزلة الإمام الربيع في الإفداء، حيث يقول: ومن فقهائنا أبو نوح صالح الدهان، وإنما يؤخذ بقول الربيع ومحبوب إذا اختلفوا فهم الثقة عندهم. ونجد الدرجيني قائلا: ومنهم محبوب بن الرحيل العبدي رحمه الله ممن سبق إلى تقليد السير السلف الأخيار، وألف مما يحصل عندهم من الآثار. وقوله كذلك: وهو ممن صحت عليه الفتاوي وانتفع به مصاحبه من مرحل وثاوي. وجملة الأمر أن مناقب أبي سفيان، والكلام للدرجيني، ومن جملة الأمر أن مناقب أبي سفيان مغنية شهرتها عن المشاهرة، فقد قامت مقام العيان. وقال عنه العلامة الشماخي: ومنهم محبوب بن الرحيل أحد الأشياخ الأخيار والمقيد غرائب الفقه وعجائب الأخبار، ساد الفضلاء علما وحفظ الآثار. وجاء في وصف مكانة أسرة آل الرحيل عند الباحث دكتور علي اللواتي أنهم من الدعاة النشيطين للفكر الإباضي، إذ أن جدهم محبوب بن الرحيل كان من كبار رجالات المذهب وعلمائه. ومن ذلك أيضا ما يريده علي يحيى معمر على لسان الإمام أفلح بن عبد الوهاب قوله: عليكم بدراسة كتب المسلمين لا سيما هذا الكتاب، يعني كتاب أبي سفيان. وكون الإمام محبوب بن الرحيل تلميذا للإمام الربيع فقد استفاد العلماء من آثاره ومروياته. يقول بحجام: لقد استفاد المغاربة كثيرا من سيرة أبي سفيان للتعرف على المذهب الإباضي في أصوله وتاريخه وعلمائه، كما استفادوا من علمه من خلال حضورهم حلقاته التي كان يقيمها في مكة ومنى في موسم الحج. وجاء في مدونة أبي غانم الخراساني ما يثبت مكانته العلمية من موافقة محبوب رأي أبي عبيدة، حيث يقول: وأيدهم في هذا الاتجاه، أي اتجاه عدم الأخذ بالقياس، تلميذه محبوب بن الرحيل، وقال: ليس في دين المسلمين قياس، إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآثار المسلمين تتبع ويؤخذ ويقتدى بها. وكان أبو عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الدمار. ولم تخلو النصوص الشعرية من ذكر الإمام أبو سفيان، من ذلك ما جاء على لسان النظر قائلا: وهل كمحبوب لخطب مشكل ليوم عمصاء ويوم النصيب وابنيهما إن لهما من مثل. وقول الشيخ الباب بن جميل: وابن الرحيل منهم محبوب وهو بلي عندنا محبوب. وهنا تجاوز آثار الإمام المحبوب، يذكر إن شاء الله الدكتور عبد الله، وفي تاريخ وفاته موقع وفاته أو في مكان وفاته بين العمانيين وغيرهم، فمنهم من يرى أنه توفي في عمان، ومنهم من يرى أنه توفي في مكة. هذا والله ولي التوفيق.